فيديو جديد من تاني بس لطلاب الإعدادية. في البداية كده حابب أبارك لكل حد في تالتة إعدادي جاب درجته ونجح وأقول لك ألف ألف مليون مبروك. في الفيديو بتاع النهاردة جاي أتكلم معاك عن مجال ممكن تكون أنت مش عارف عنه كتير وناس كتير عايزة تدخله مش عارفين ده عبارة عن إيه. في الفيديو بتاع النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن التمريض العسكري بعد الإعدادية وإيه هو شروط القبول في التمريض العسكري والمجموع بتاعه والتنسيق وازاي اقدر اكون متواجد في التمريض العسكري وادرس فيه. بس قبل ما اتكلم في الفيديو بتاع النهارده يا ريت جدا لو انت اول مره تشوفني ما تنساش لايك الفيديو ده واشتراك في القناه اهم حاجه وفعل زر الجرس ويلا بينا نشوف الشروط بتاعتنا. اول شرط معانا ان مجموعك ما يقلش عن 70% من توتال الدرجات سواء انت اعدادي عام او اعدادي ازهري. تاني حاجه معانا ان سنك ما يقلش عن 14 سنه ما يكونش اكتر من 17 سنه في اول اكتوبر. هتسالني ليه في اول اكتوبر؟ لان التقديم في اي شيء لازم بيتحسب من اول اكتوبر. حاجة مهمة انك تكون من ام واب. تالت حاجة انك تكون من ام واب مصريين بين قوسين كده مصري الجنسية. انك تكون حسن السير يعني يكون سلوكك كويس ما يكونش عندك اي مشكلة او ما مرتش باي ازمات قبل كده. حاجة كمان انك ما تكونش متجوز او مش بتخطط لجواز الفترة اللي جاية والكلام ده للبنات. حاجة مهمة جدا 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 انك تجتاز الاختبارات المحددة للقبول في التمريض العسكري زي الاختبارات الطبية والنفسية واللياقة البدنية اللي بتكون للذكور بس وكشف الهيئة وكشف المناظرة والتحاليل الطبية. محدش يتخض من كل الاختبارات دي، الحاجات دي كلها بسيطة وان شاء الله بتعدي فيها ما تشيلش همها. طبعا حاجة مهمة جدا شرط موافقة ولي الامر على الالتحاق بالقوات المسلحة. القوات المسلحة حياة بتكون فيرم او ستريكت بتكون صعبة شوية فلازم كونسبت من والدك. تعالوا مع بعض نشوف اهم مميزات التمريض العسكري. رقم واحد مدة الدراسة في التمريض العسكري عبارة عن 3 سنين. 3 سنين دراسة عشان نحصل على رتبة التمريض العسكري من قوسين الثانوية العسكرية. بعدها 2 سنين للتدريب الميداني او التدريب العملي كجزء متمم ومكمل للدراسة من قوسين امتياز. رقم 2 معانا يحصل الخريج على ترخيص بمزاولة المهنة وتعتبر مناهج الدراسة لمدارس التمريض للقوات المسلحة نفس مناهج الدراسة المقررة وزارة الصحة لمدارس التمريض العادي من قوسين مش العسكري. تعالوا نفسر كده رقم 2 مع بعض يعني ايه كارنيه مزاولة المهنة. كارنيه مزاولة المهنة يبقى انت ليك الحق انك تشتغل في المؤسسات الحكومية والخاصة. دي الحاجة اللي بتعبر عن شخصيتك وبتعبر عن هويتك سواء انت دكتور او طالب تمريض او ايا كان لازم يكون معاك كارنيه مزاولة المهنة وده بتاخده من المدرسة بتاعتك. في حاجة مهمة جدا معظم الناس بتدخل تمريض علشانها يحصل المتطوع على كافة الامتيازات والخدمات التي بتقدمها القوات المسلحة. طبعا دي حاجة يعني يا بخت اللي ليه حد في الشرطة او في القوات المسلحة زي ما بيقولوا كده. فدي حاجة كويسة جدا وبتزكيك على الناس ويتم افادة المتطوع او المتطوعة في بعثات داخل وخارج الجمهورية للتخصص في افرع التمريض المختلفة ويكون متاح ليك كمان تشتغل في اي مستشفى بتخص القوات المسلحة او اي مستشفى حكومي. كمان فرصهم جميلة جدا 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 في السفر غير الامتيازات انت ماشي كده وانت في القوات المسلحة. طيب ازاي اقدر اسحب ملف التمريض العسكري او ازاي اقدر اقدم في التمريض العسكري؟ يتم سحب ملفات التمريض العسكري من العناوين اللي احنا هنتكلم فيها دلوقتي. رقم 1 مدرسة التمريض للذكور بالمجمع الطبي بكبر القبة للمقيمين بجميع محافظات الجمهورية. مدرسة التمريض باسكندرية للبنات للمقيمات بمحافظات اسكندرية والبحيرة والغربية وكفر الشيخ ومطروح. نيجي نشوف عنوان مدرسة التمريض إناس بالمعادي للمقيمات بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والفيوم وبني سويف. رقم 3 المركز الطبي العالمي للإناث للمقيمات بمحافظات الشرقية واسماعيلية والسويس والعريش وبورسعيد ودمياط وشمال سيناء وجنوب سيناء. مدرسة التمريض للإناث بسوهاج للموجودين في محافظات المنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج والبحر الأحمر وأسوان والأقصر والغردقة. ده باختصار الأماكن اللي بتكون قريبة لكل محافظة عشان تقدر تسحب منها الملف بتاعك وتقدم. خلاصة الموضوع ان التمريض العسكري عليه طلب كبير جدا 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 وبتتخرج لك شغلانتك لك وظيفتك في الدولة معاك فلوسك وبتسافر برا وليك مكانتك انت في القوات المسلحة. خطوة جميلة جدا وقول لكل طالب تالتة اعدادي داخل يتفرج على الفيديو بتاعنا النهاردة فكر انك تخش تمريض عسكري. تمريض عسكري جميلة جدا 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 وبتتيح لك كمان في الاخر انك تكمل كلية التمريض برضو عسكري.
كده يكون الفيديو بتاع النهارده خلص. اتمنى كنت طولت عليكم. لو انت استفدت من الفيديو بتاع النهارده يا ريت جدا تدعم لايك الفيديو ده واشتراك في القناه وتفعل زر الجرس. وشكرا. كان معاكم اخوكم زياد الحصري.